يا الله، السلام عليكم. حديث الكساء، هذا الحديث المبارك ماكو إنسان سمعه إذا ما انقضت حاجته بإذن الله تعالى. علموا أولادكم على حديث الكساء، ولاحظ من تسمع حديث الكساء إذا بقيت بكامل قواك العقلية فاعلم أنت ما بك شيء، وإذا سمعته وصار عندك حالة نعاس أو أغمى عليك أو نمت فاعلم أنت أكو شيء بيك من النفس ومن العين ومن تسليط الأرواح الخبيثة. الله يشفيكم الشر. أنصحكم أن كل بيت، كل محل، كل سيارة يومية تسمعون حديث الكساء، لأن الله سبحانه وتعالى جعل بهذا الحديث بركة ما منها مثيل بإذن الله تعالى. هسه راح تسمعون وراح تجربون وراح تكتبوا لي بالتعليقات شقد بي بركة وشقد بي راحة نفسية لكم. تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمة الله.